يقول لك حل المعادله. بص الغلطه اللي انت بتقع فيها رغم هيافتها. حل المعادله 13 قاف 2 تساوي 13 قاف س. فانت عشان في ثالثه ثانوي بقى علم رياضه باش مهندس تقوم قايله على طول اللي تحت واللي تحت مجموعهم بيساوي اللي فوق، س زائد 2 بيساوي 13، اذا الس ب 11. تنقص. عارف تنقص على ايه؟ على الحته الهايفه بتاعت ثالثه ابتدائي، لان مجموعه الحل في معادله زي كده اما او، اما اللي تحت بيساوي اللي تحت او مجموع الاثنين اللي تحت بيساوي اللي فوق، يعني اما الدليل بيساوي الدليل س تساوي 2 او الدليل زائد الدليل بيساوي العلم، س زائد 2 بيساوي 13. تكتب له كده مجموعه الحل 2 و11 كده شغال. عندي ملحوظه اضافيه من عندي استقيتها من تمارين كتاب المدرسه اللي هوريها لك دلوقتي حالا. الملحوظه دي انا ممكن استنتجها وهعتبرها نظريه، رغم انها مش نظريه انا هعتبرها نظريه. بتقول ايه؟ بالارقام برضو. 10 قاف 6 زائد 10 قاف 7، لاحظ دي 10 ودي 10، وبجمع مش بضرب ولا بطرح ولا بقسم، واللي تحت اكبر من اللي تحت بواحد، يعني الفرق بين الدليلين فقط واحد. في هذه الحاله لو عايز اجمع الناتج يطلع مباشره زود واحد قاف الكبير. هستنتجها لك. زود واحد قاف الكبير. خش يا باشمهندس ايه. زود واحد قاف ايه؟ الكبير. فانا اسالك سؤال اطمن قبل ما اثبتها لك. 15 قاف 10، بس هترد عليا. 15 قاف 10 زائد 15 قاف 11. قبل ما ترد نطمن. 15 فوق 15 فوق. واللي تحت ده 11 وده 10، فعلا الفرق بينهم واحد. وبجمعهم بجمعهم. يطلع ايه؟ بالطريقه بتاعتي انا. زود واحد قاف الكبير. يلا. 15 لما زود عليها هتبقى كام؟ 16. قاف الكبير 10 ولا 11؟ ولذلك انا مش هفتح بوقي بقى المره دي. 12 قاف 6 زائد 12 قاف 5. قول لي انت. 12 استنى بقى نقول مع بعض. 12 قاف 6 ما قلتش حاجه، مش حافظ حاجه. 12 قاف 6 زائد 12 برضه قاف 5. تديني كام؟ شفوي كده. 13 زود واحد قاف الكبير. بص الحتة دي كباشمهندس برضو. افرض عايز اجمع 10 قاف 3 زائد ضعف 10 قاف 2 زائد 10 قاف 1. ايه ده؟ بس انت ما قلتناش على دي. ليه؟ واحنا نحفظها. 10 قاف 3 زائد ضعف 10 قاف 2 زائد 10 قاف 1. دي تبع الكلام ده ولا حاجة تانية؟ تبعه؟ تبعه ازاي رغم ان الكلام اللي احنا متفقين عليه حتتين بس جنب بعض؟ حاجه زائد حاجه. ليه دي تبقى تبعه؟ رغم انه شكلها مختلف تماما، شكلها طبعا مختلف تماما. انت راجل بقى باشمهندس علم الرياضه في نفس الوقت محترف، وتقدر تفصص الاثنين دي تخليها واحد وواحد. اثنين برتقانه يعني برتقانه وبرتقان. طب ليه؟ ما هي جايه حلوه. انت عايزني اكبرها؟ لا انا بكبرها عشان تروح. طب وريني كده تكبرها ازاي علشان تروح. 10 قاف 3 زائد ضعف محمد. ضعف محمد يعني ايه؟ محمد ومحمد اهي. 10 قاف 2 وكمان واحدة 10 قاف 2. حصل حاجة؟ زائد الأخيرة 10 قاف 1. بص كده على القوس ده. أيوه. الحتة الأولانية مع نفسها والحتة التانية مع نفسها. قول لي أنت. 10 قاف 3 زائد 10 قاف 2 بكام؟ زود واحد قاف الكبير. أهو لسه جاية من بره. زود واحد قاف الكبير. يبقى 11 قاف 3. طب واللي جنبها 10 قاف 2 خليك معايا، و10 قاف 2 وجنبها 10 قاف 1، مش نفس الفيلم ده؟ زود واحد قاف الكبير. يعني ايه؟ يعني 11 قاف 2. واللي طلع الاخراني هو كمان 11 قاف 3 و11 قاف 2، يطلع الناتج بتاعه ايه؟ هو كمان زود واحد قاف الكبير. يبقى انا استغليت النظريه مرتين بعد ما كانت المساله مش في صوره النظريه، انا اللي خلقت صوره النظريه. جميل. تعالى اقول لك بقى الكلام ده موجود في كتاب المدرسه فين علشان نحاول نثبته، على اعتبار ان انا شخصيا مش مقتنع بيه، والمفروض انتوا كمان ما تبقوش مقتنعين بيه بدون برهان، فضلا عن ان البرهان مقرر. بس انا فتحت كتاب المدرسه مش مكتوب ان البرهان ده مقرر. لا انا هقول لك ليه مقرر في نظري انا. يعني انت لما تفتح تمارين كتاب المدرسه اللي انا مديها لك وبلاش بقى حد يعلق ويقول لي اصل انا شفت الامتحانات
لانه انا قبل ما يكمل كلامه هقول له دي الامتحانات السابقه وانا ما اضمنش الامتحان السنه دي فيه ايه، طالما هو قال لي صراحه مش تلميحا، انا لسه في اول السنه وبعمل حسابي على كل حاجه، صراحه مش تلميحا في صفحه 21 السؤال رقم 7 اثبت ان نون قاف ر انا كاتبها على السبوره زائد نون قاف ر ناقص 1 يساوي نون زائد 1 قاف ر. اذا لما تيجي في الامتحان ارجع اشتكي واقول ما حدش قالها لنا او ما شفناهاش قبل كده في امتحانات، ما الكتاب واضح اهو، وهم مش كتير اصلا، كم تمرين اللي عندي في تمارين 1 2 هم 12 مساله. لما اتغاضى عن حاجه زي كده بدعوى انها ما جاتش في امتحانات سابقه او بدعوى اخرى ان حضرتك هتشرحها في وقت كتير يعني في 3 4 دقائق كتيره وصعبه، لا فانا هثبتها دلوقتي على السبوره بس بعد ما ناخد مثالين. هثبت ايه على السبوره؟ حاجه من عندي؟ لا، من كتاب المدرسه صفحه 21 رقم 7، وانا بعتبرها حاجه مهمه جدا. اللي انا قلته من شويه ده انا لا يمكن اقتنع بيه، والله لو ما كانش موجود في الكتاب كان لازم برضو اثبته لك على السبور واقول لك ما تذاكروش، بس علشان انا شخصيا اكون مقتنع. متفقين؟ ناخد بقى مثالين. بيقول لك حل المعادله 13 قاف، انا منتظر ان انت تفتح صفحه 16، 13 قاف س زائد 2 الى 13 قاف س زائد 1 اهي 13 قاف س زائد 1 تساوي 9 الى 5. يلا، هل المستوى ده من المسائل ممكن نشوفه في الامتحانات؟ لا، انا مش هرد على اسئله من النوع ده اطلاقا، مش بس دلوقتي، لانه اساسا انا شغلي في اي درس بيعتمد في الاصل على مسائل الامتحانات اللي انت اخدتها مني الاسبوع اللي فات 2015 2014 2012 كل مسائل الامتحانات اللي جت على الدرس، ودي واحده منهم. المسائل دي لو مش معاك بس اخدتها المره اللي فاتت اتعود تجيبها معاك كل حصه، النهارده بحل منها جزء لكن الباقي هنعتبره واجب. ايه هي دي؟ 2015 بتاعت التباديل، 2014 اللي جت على التباديل. يلا نشوف نعمل ايه في دي، هنشترك سوا، اعتبرني انا معرفش. الراجل بيقول لك حل المعادله يعني طلع المجهول اللي في المعادله، هي المعادله السوداء دي فين المجهول اللي فيها؟ 13 مثلا ولا س س؟ على اعتبار ان القاف مش مجهوله، القاف دي توفيقه يعني. فاذا حل المعادله يعني استخرج قيمه س، اوجد قيمه س. طب بالله عليك رد عليا، هو 13 قاف س زائد 2 الى يعني على 13 قاف س زائد 1، المصدر ده شفناه فين قبل كده؟ شفناه على السبوره اهو، 10 قاف 7 على 10 برضو بس قاف 6. الناس تيجي بيطلع شفوي على طول، يطلع ايه؟ 10 ناقص 7 زائد 1 على 7. امتى الكلام ده يتعمل؟ لو العلم قد العلم والدليل اللي فوق اكبر من الدليل اللي تحت بمقدار واحد. نفس الكلام ده موجود هنا، 13 قاف محمد على 13 قاف محمد ناقص 1. حصل؟ 13 قاف س زائد 2 على 13 برضه بس قاف س زائد 1. ناتج شفوي يطلع ايه؟ وفقا للاتفاق بتاعنا يطلع ايه؟ 13 ناقص اللي فوق زائد 1 على اللي فوق، 13 ناقص فوق زائد 1 على فوق. طب رد عليا، 13 ناقص فوق، بص فتحت قوس ازاي؟ زائد 1 على فوق. عارف لو انا ما عملتش القوس راحت. مين اللي راح؟ هي راحت المسألة. لاني هكتب كده غلط، اللي هكتبه ده 13 ناقص س زائد 2 زائد 1 على س زائد، ده غلط. ليه غلط؟ بيحصل كتير بس ليه غلط؟ عشان انت دخلت الناقص على السين بس مش على محمد كله. فانا لما هكتبها لانها مهمه وسهله وبتيجي في الامتحان اكتب 13 ناقص قوس زائد 1 على القوس، قوس ده عملاه بقى اكتب جواه س زائد 2. هذا الكلام قيمته بتساوي كام على كام؟ 9 على 5. مين اللي قال لحضرتك ان قيمته 9 على 5؟ هو في المساله قال كده. طب يلا خلصت؟ اه خلصت بالهيافه دي. اه بالهيافه دي، الناقص تخش على الاولى وتخش كمان على الثانيه. يلا نكمل، يبقى 13 ناقص س ناقص 2 زائد 1. يعني ايه ناقص 2 زائد 1؟ يعني ناقص 1. شكرا. وتحت س زائد 2 كلها ب 9 على 5. خلصنا؟ اه خلصنا. بص الحته دي، محمد قاف 10 على محمد قاف 9. ردي انت، لو المنظر ده كده كنسبه الناتج بتاعه شفوي يطلع ايه؟ محمد فوق محمد تحت، و10 في البسط و9 في المقام، قول يطلع الناتج ايه بسرعه. محمد انا مش سامع ناقص 10
زائد واحد على 10. طب بصي تحت 13 قاف فلان على 13 قاف فلان الا واحد. انت ردي على سؤالك اللي بتسأليه، يطلع 13 ناقص فلان زائد واحد على فلان، فلان ده اللي هو ايه س زائد 2. بس خليت بالي اني افتح له قوس. وليه يعني مهتم بحكاية القوس دي؟ عشان كتير قوي بشوف واحد بيكتب ناقص وجنبها فلان من غير قوس. بس دي حاجات تافهة جدا، تافهة بس بتخلص. ما هو معظم الغلطات بتاعت الطلبة في ثانوية عامة لانه عامل حسابه من اول السنة ومستعد، في الغالب بتبقى غلطات من نوعية وما تضحكش 2 × 3 × 5 حقيقي. امال هي بكام؟ لا هي بستة، لكن اقصد اقول حاجة من النوع ده يعني، من كتر ما هو الزحمة في المذاكرة والتوتر طبعا مش لازم تبقى 2 × 3 × 5، بس على سبيل المثال بنشوف ناقص ومش فاتح قوس، باظت المسألة ويرجع بقى يعمل إعادة تصحيح واصلهم ظلموني. ما علينا. حصل ضرب الطرفين بيساوي حصل ضرب الوسطين. السؤال بقى أقوله الطرفين بيساوي الوسطين ولا أظبط لو فيها تظبيط؟ والله لو في تظبيط تظبيط لنفسك. نظبط نعمل إيه يعني؟ 13 ناقص 1 يعني 12، يبقى كناها على بعضها 12 ناقص س على س زائد 2، وفاضل نقول له بقى الطرفين بيساوي الوسطين ونحصل على قيمة الس. 5 في اللي فوق يعني 5 في 12 ب 60 ناقص 5 في س طبعا ب 5 س، و9 في اللي تحت يعني 9 س زائد 2 في 9 ب 18. نلم السينات مع بعض في طرف والارقام مع بعض في طرف، الخمسه راحت بعكس اشارتها وال18 راحت بعكس اشارتها، اذا 9 س زائد 5 س ب 14 س، وال60 ناقص 18 ممكن تستعين بالاله بيساوي 42، اقسم 42 على 14 اذا الس بتساوي 3. هو كان عايز حل المعادله يعني قيمه س وطلعت س بكام؟ ب 3. طب ناخد مساله فكرتها اكبر شويه على نفس الملحوظتين اللي ما اتمسحوش وما زالوا مكتوبين على السبوره من الامتحانات، دور اول 2015 احدث مساله جت في الامتحان على موضوع التبادل والتوفيق اللي احنا على السبوره هنقول كل افكاره، اللي جت واللي ما جتش، اللي بيقولوا عليها ممكن تيجي واللي بيقولوا عليها بعيده قوي انها تيجي في الامتحان، فيما يتعلق طبعا بمسائل كتاب المدرسه ودليل التقويم. يلا يا فندم 2015 بيقول اذا كان ميم زائد نون لام 2 تساوي 182، احنا معانا آلة حاسبة طبعا، ونون ناقص 1 قاف 3 تساوي 84، اوجد قيمة كلا من ميم ونون. بس ده السؤال اللي جه السنة اللي فاتت وكان بيمثل ربع الامتحان. ازاي ربع الامتحان مسألة زي دي؟ لان الامتحان كله كان اربع مسائل، دي واحدة منها. امتحان الجبر في الثانوية العامة كان اربع مسائل السنة اللي فاتت ودي واحدة من الاربعة، واي واحد حتى لو كان قدرته على قده كان سهل يحلها. ليه بقى؟ بص يا فندم، الراجل كتر خيره بيقول لي فلان لام 2 تساوي 182، وانتوا فاهمين اكتر مني انه على سبيل المثال 10 لام 2 يعني 10 في 9. ده كلام مفهوم وقتل بحثا الاسبوع اللي فات. ثانيه يا فندم بعد اذنك، 15 لام 2 انتوا عارفين برضو اكتر مني انها 15 في ايه؟ فانا كاني بدور على عدد صحيح، لما اضربه في العدد الصحيح الذي يليه بحسب وحصل ضرب عددين صحيحين متتاليين يطلع الناتج 182. وانا مش حابب بقى اقول لك اقعد حلل ال 182 لاني ما شرحتش بالطريقه دي رغم انها صح. الاسبوع اللي فات لما قلت اعمل ايه عشان اعرف حصل ضرب العددين بكذا، امسك الاله وبالتجربه فيما لا يزيد عن 30 ثانيه لو انا يعني ما فيش خالص، هكتب 10 في 9 هلاقي الناتج 90 يعني صغير، اطلع فوق 15 في 14 هلاقيها رقم اكبر من ده، هطلع وانزل بالكتير قوي قوي 30 سنه. بريحك من قصه التحليل اللي غالبا انت هتعملها غلط. فبالتجربه ايوه، فبالتجربه عمري ما هغلط بالآلة، فهطلع اكتب 10 في 9 زي ما اتفقنا، لا صغيره، اطلع فوق 15 في 14 لا دي كبيره، كل ده 10 ثواني يعني. هنزل تحت الاقيها كام في كام، اللي معاه آله هيعرف كام في كام. ما تقولش بقى 13 في 14 عشان ما تغلطش، قول 14 في 13، تفرق جدا. لانك لما تقول له كده بما ان 14 في 13 بالتجربه بالاله بتساوي 182، هتكتب الاجابه صح، تقول له اذا 14 لام 2 ب 182 يعني اللي فوق ده قيمته 14 يعني ميم زائد نون ب 14،
طب وحضرتك حذرتني من اني اكتب 13 في 14 ليه؟ لان ممكن الشيطان يخليك تغلط لما تكتب 13 في 14 ب 182. الخطوه اللي بعدها بقى من فعل الشيطان يقول لك اذا 13 لام 2 غلط وباظت، لان اساسا 13 لام 2 مش ب 13 في 14، دي ب 13 في 12. فانا بعد ما اجرب يطلع 10 في 9 اكتبها 10 في 9، ما فيش بقى اكتب 9 في 10 ما هم زي بعض. خلاصه الكلام نص المساله خلص في دقيقه والنص الثاني برضه ياخد دقيقه، لاني طلعت معادله فيها مجهولين ميم ونون وفاهم مش حافظ حاجه. هذه المعادله هسيبها واسميها رقم واحد، محتاج لها اخت معادله ثانيه يعني، يا اما اخت فيها نفس المجهولين يا اما اخت يطلع منها احد المجهولين وعوض اطلع المجهول الثاني. تمام؟ تمام كده؟ بص لي بقى. طب حضرتك بتقول لي نون ناقص واحد قاف ثلاثة بتساوي 84 مش كده؟ أنا قلت لك نصيحة برضو المرة اللي فاتت، لو مسألة توافيق الطرف الأيمن بتاعها كذا قاف كذا الطرف الأيسر رقم سادة، هو في رقم سادة؟ آه سادة يعني مفيش جنبيه فيه كذا زائد كذا رقم وبس. أول حاجة أفكر أعملها بدل ما أقول له مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت في مضروب الفرق بينهم رغم إنه صح، الأفضل أرجعها لأصلها. باشمهندس رد أهو، يعني ايه ارجعها لاصلها؟ هو حضرتك تعرف اصل التوفيق؟ طبعا انت تعرف اكتر مني. التوفيق كان اصلها تبديله على مضروب اللي تحت. امتى الجا للطريقه دي في الحل؟ لما الاقي رقم ساده بس، بتحصل في امتحانات كتير، بالمناسبه دي جت السنه اللي فاتت. خلاصه الكلام نون ناقص واحد لام ثلاثه على مضروب ثلاثه. شكرا. افتح الاله مره ثانيه واخيره بقى قفلت خلصت. هو مضروب ثلاثه ده مش بثلاثه في 2 في 1؟ مضروب 3 بكام؟ 3 في 2 في 1 يعني كام من الاخر؟ 6. هو مش حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين؟ شكرا خلصت. نون ناقص 1 لام 3 تساوي 84 في 6. يلا بالآلة 84 في 6 بكام؟ كام يا فندم؟ 504. السؤال مرة ثانية وأخيرة، كام لام 3؟ أنا بتكلم ناس بتفهم، كام لام 3 بيساوي 504؟ ايه الثلاث اعداد الصحيحه كام في كام في كام ورا بعض يطلعوا 504؟ ما بعرفش احلل، مش انت، انا اللي ما بعرفش احلل. بالاله 10 ثواني، 10 في 9 في 8، لا دي كبيره. 7 في 6 في 5، لا دي صغيره. هطلع وانزل قول نص دقيقه، احسن من التحليل واضمن. قول لي بقى كام في كام في كام ب 504؟ اديك انت اللي بتقول، على اعتبار ان انا اللي ما بعرفش احلل يا سيدي. كم في كم في كم؟ 7 9 في 8 في 7. انا مش حابب اسمع 7 في 8 في 9، وانت عارف ليه؟ انا قلت ليه من شويه. ف 9 عشان الشيطان هيتدخل وانت اللي بتفتح له الباب بنفسك. 9 في 8 في ايه؟ في 7 بكام؟ 9. الله، اديك انت قلت ما دام 9 في 8 في 7 ب 504، مش يبقى 9 لام 3 ب 504؟ ما انت اصلك فاهم. وما دام 9 لام 3 ب 504 وهو قايل ان محمد لام 3 ب 504 يبقى محمد ده ب 9. ايه هو محمد؟ نون ناقص 1، يبقى نون ناقص 1 ب 9 يعني النون ب 10. شكرا. هو كان طالب ايه في الامتحان؟ عايز نجيب الميم ونجيب النون. انا ربنا كرمني وطلعت النون بالتعويض عن قيمه نون في المعادله رقم 1. نون كانت طالعه بكام؟ ب 10. اذا ميم زائد 10 ب 14 يعني الميم قيمتها كام؟ 4. خدت وقت قد ايه؟ شرح مش حل ولا حاجه. بس الاهم من قصه الوقت انه انا فاهم كل تفاصيلها. طب ما يمكن 2015 دي كانت تافهه، طب تعالى نشوف غيرها. مش معقول 2015 تافهه و14 تافهه و11، طب ما ايه اللي مش تافه؟ وبعدين لاحظ، اتفضل يا فندم، لاحظ ان انت تيجي تخش في الاستاتيكا يوم الاربع تقوم مطلع برضه مسائل الامتحانات تقول تافهه. الايام تمر لو عشنا وكلينا اجل نوصل لشهر 2 المنهج كله خلص وما لقيتش حاجه مش تافهه، رغم ان ابن خالتي كان بيشتكي وابن عمتي كان بيتضايق. هي المشكله في رايي والايام بيننا مش في صعوبه السؤال قد عدم درايتي بابعاده. فانا لو مسكت حد قاعد بره مش تبعنا خالص، مش في ثانويه عامه، وقلت له جا 30 بكام هيفتكرني بشتمه، رغم ان جا 30 دي بلاش بجا 30. مسكت واحد بره في الشارع قلت له 5 في 8، الله يسامحك يا باشمهندس، لان 5 في 8 دي بالنسبه له مش عشان صعبه، هو ما يعرفهاش فتبقى صعبه.
انما مفيش حاجه اسمها السؤال صعب ولا سهل. ما تسالنيش حاجه زي كده صعب عليك ولا على الهانم ولا على ندى ولا على مين. ممكن تبقى صعب عليك بس سهل عليا. ليه؟ عشان انا عارف. فقصه معلش يعني اسمحوا لي، قصه المساله صعبه وسهله دي في رايي شيء نسبي تماما، رغم ان الكلام يزعل ناس كتير، ده شيء نسبي. طبعا احنا النهارده في اطار التعاون بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب والرياضه انتهينا من تاني محاضرات الرياضيات للثانويه العامه، الرياضيات التطبيقيه. والحقيقه زي ما شفنا مع بعض كان اقبال الطلاب على المحاضره ممتاز، على اعتبار ان احنا في بدايه العام الدراسي، لسه حتى العام الدراسي ما ابتداش. بنشجع كل اولادنا طلاب الثانويه العامه على الالتحاق بهذه المجموعات اللي وفرتها زي ما قلنا وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. بداناها النهارده في مركز شباب الجزيره، ان شاء الله كل يوم بنتوسع في مراكز شباب اخرى في محافظه القاهره بل وفي باقي المحافظات على مستوى الجمهوريه ان شاء الله، بالاستعانه بكل الزملاء الافاضل الزملاء الاعزاء في باقي المواد. في كل المواد في الثانويه العامه احنا بنقدم يوميا في مركز شباب الجزيره زي ما شفنا محاضره من 5 إلى 8، كل المواد علمي وادبي. الحقيقه انا شخصيا باثمن على هذا المجهود المشكور، الدور الفاعل اللي قامت به وزاره التربيه والتعليم مع وزاره الشباب والرياضه، طبعا في اطار السعي لمكافحه ظاهره الدروس الخصوصيه. بنتمنى التوفيق لكل الطلبه والطالبات في الثانويه العامه السنه دي، وان شاء الله نقابلكم في اماكن تانية لما تفتتح في اطار مشروع محاربه الدروس الخصوصيه مجموعات الثانوية العامة في مراكز الشباب والرياضة. احنا مش بس بنقدم محاضرة تعليمية لطلبة الثانوية العامة في الإطار المادة اللي بنشرحها، لكن فضلا عن تقديم المادة العلمية احنا بنتابع الطالب متابعة كاملة كأنه الطالب بالضبط انا بتابعه شخصيا. يعني زي ما شفنا احنا عندنا واجب في كل محاضرة بنصححه، عندنا امتحان اسبوعي في كل محاضرة، فضلا عن أنه في امتحان هيكون امتحان شهري لكل طالب في كل مادة، ثم امتحان في نهاية السنة لما نخلص الشرح قبل ما نبدأ في المراجعة النهائية. كل ده في إطار أن احنا بنتفاعل مع الطالب، بنتكامل للحصول على أفضل خدمة تعليمية ممكنة. يعني زي ما بنقول كده الطالب كأنه في درس خصوصي، مش في مجموعة بتوفرها له وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم فقط، لكن زي ما شفنا احنا محاضرتنا بتبتدي بمراجعة على المحاضرة اللي فاتت، بتبتدي بامتحان صغير بيمتحنه الطالب، بياخد نتيجته في بداية المحاضرة، واجبه واجب الطالب بيتصحح أثناء المحاضرة. فاللي عايز أقوله الحقيقة، والكلام ده بيحصل في كل المواد زي ما شفته زي ما تابعت مع بقية الزملاء، الحقيقة زي ما قلت من شوية أنا بحيي الحقيقة كل المسؤولين والقائمين على هذا العمل اللي شاركوا في التخطيط والإعداد واللي مشاركين لحد دلوقتي في عملية المتابعة والتنفيذ. طبعا بتمنى كل التوفيق لكل المشاركين ولكل أبنائنا الطلبة وطالبات الثانوية العامة. نبيل انور، طبعا رايي في الدروس اللي باخدها، انا جيت جربت بره وجربت هنا، طبعا هنا نظام تاني مختلف، هو فيه التزام، فيه كل حاجه منظمه جدا،
وانا شايف ان المدرسين هنا مش مجرد ان هم مدرسين بس، دول يعني علماء في اللغة، علماء فعلا، ده عارفين كل حاجة، فاهمين كل حاجة، وفعلا جايين عايزين يفيدوا الطالب، حتى لو هو مش هياخدوا نفس الاجر اللي كانوا بياخدوه قبل كده، بس هم جايين فعلا عايزين يفيدوا الناس اللي هنا. لا كل حاجة، هو مش الطريقة هي تقريبا نفس الطريقة بتاعت السناتر العادية، بس هنا برضو يعني ويمكن احسن كمان، بس يعني انا حاسس فعلا ان هم عايزين فعلا يفيدوا الناس وعايزين يخلوهم يجوا فعلا. اسمي عبد الرحمن خالد، طالب في الصف الثالث الثانوي. والله انا رايي في الحاجات دي انها حاجه حلوه، يا ريت تطبق على بقيه المراكز بقيه المراكز الشبابيه عشان تتعمم على بقيه الناس. يعني في ناس تبقى برضو، في ناس لسه مش قادره انها تيجي هنا برضو عشان ما فيش كده. وكمان يا ريت برضو المواعيد تبقى في مواعيد تانية عشان اللي ما حضرش قبل كده برضو. وهي حاجه صراحه هي حاجه حلوه، والفلوس الماديه برضو حاجه مريحه لبعض الناس. وياريت برضه تنتشر برضه عشان برضه في ناس معاش يعني التكلفة بتاعت الدروس الخصوصية اللي في المراكز اللي بره. رأيي في الكورس ده ان هو بصراحة حلو قوي وكويس جدا، ومدرسين ممتازين جدا، وانا مستفاد منهم. ولما بحضر معاهم بيبقى في تناقش، بيبقى في اراء، بيخلصوا كل مسألة بيقولوا لنا فهمتوا، بيخلونا نحل عليها، وده بيبقى كويس جدا. انا بحضر رياضة، كيمستري، ساينس، بس بحضر بقية المواد، فرنش بس، هما دول بحضرهم. وطبعا كل مدرس بيبقى اشطر من التاني طبعا، انا بشكر فيهم كلهم، ودول كويسين جدا وانا استفاد منهم كويس قوي. هي طبعا دورات حلوة جدا بالنسبة لكل حاجة، بالنسبة لطريقة التعليم، وكمان الفلوس اللي بتدفع أقل بكتير من برا، والمدرسين جايين فعلا بهدف ان هم يفيدوا الطالب، مش بهدف ان هم ياخدوا فلوس او ان هم يعملوا شهرة او اي حاجة، جايين عشان يفيدوا الطالب وينموا الموضوع والموضوع ينتشر. يعني احنا تقريبا بنقعد 3 ساعات في كل محاضرة، وبيكون في بريك في النص، وبنعمل بقى كل حاجة في الحصة، يعني تدريبات وحل تمارين وشرح وبيدينا واجبات كل مرة، وكل مرة الواجبات بتتعلم قبل الحصة، وبيكون في مساعدين لو أي حاجة مش عارفينها في الواجب أو أي حاجة سايبينها بيحلها لك، هو يعني أكنه بيشرحها لك من أول وجديد، وبيعلمنا الواجب طبعا، وبيدينا درجات، وبيكون في تشجيعات وحفزات وكده. يعني هاجي طبعا، لأن ده التوفير بالنسبة لي، ومادة علمية حلوة جدا، والتوصيل المعلومة حلو جدا، وبفهم من الشرح، يعني طريقة التوصيل حلوة جدا. يمكن انا لفيت بره برضو ما لقيتش طريقة التوصيل ديت. اقول لهم طبعا يجوا يجربوا، هينبسطوا من المكان جدا وهيكملوا اكيد ان شاء الله.